الوالدة كتصايب لها المسائل ديالها، تمشي ناضية. ها اشنو ناضي بلاش نشوفه ليش نشوف؟ ها النون عاوتاني قد تزيف المسائل، يصلي المغرب ويا ويلي باش نمشيو للجامع ياك. حد الوالدة يلاه الله يتقبل. صافي خاصك تكون سي، مابقايش تلعبي بداك الزيف، اش ما طرخيش شي ماك سكتي. دابا اني ان شاء الله غتمشي مع الوالده ديالي. بابا ديال حسام قال لك شنو انا باينه بخير الامازي امازي شلحه بايدة. مرحبا بكم في فيديو جديد، كنتمنى تكونوا كاملين بخير. اليوم نهار 27 وهنايا غنوريكم الاجواء ان شاء الله كيفاش كتكون في المدينه الجديده. وبحال هكا كل عام في رمضان شي شكون بحال هكا. حنا ما عرفتيش انا في دار كنبغي اوبيرالا ما كانتش كتجمع فهاد الميناج. وانا نعيط لك والو ضروري غتجيب الشوف هاد الاجواء دابا ضروري. لبس يلاه يلاه مشي لبسي يلاه مشي. المهم وصلنا شبالك وبلاتي باكي ما شفتش والو. انا شو انا كتكون الزنقه عاديه خاويه تلاش تراكني حيت دابا العشيه الصباح تيكون كلشي عامر فهمتي. داكشي علاش تبع الحوايج كتبع اللعيبه بحال السوق فوالا بحال هكا تيكون القضيه. هذه هي الطريجه، تعرفي شنو هي الطريجه؟ لا ما عرفتش. هي هذه الطريجه اللي كدير الصوت اللي وريتك في الدار. مشي الله جينا ولكن عندك زوينه زوينه واعره. انا شو انا كتشوف حنا كاين الحنة كاين المزار كاين كل شيء. بصلة الحوايج أي لعبة كاينة وصداع بزاف ياك. الصباح ما كانوش طنوبيلات، دابا ديرو طنوبيلات مع العشية. شنو هو دابا؟ أنا نسيت أولا نسيت هذا الغربين ناخذ لك صناديق غتجمع فيها الفلوس. اش قلتي ليا؟ تهلا تجمع 100 درهم. 100 درهم تجمع قلت لي شنو ندير بهذاك 100 درهم؟ والو نجي الصغيرة الكيسين هاهي شرينا العنونة شرينا هذا الكاس ديال الطين. ها ناضي زوين حل شوية حل شوية ماشي شوية ريحة زوينة هروشة. أيه هانتوما كاينين هذاك ديال البوطة الصغيرة كاين هذاك سميتها القصعة وصافي. شنو كان عاوتاني؟ كاين هذي فيها كتجمع الفلوس كبيرة، كاين الكيسان، كاين الغربال. عندنا وانا جبت تاخذ الورد يا الله يهز عليها الورد بغا ديرو في البالكو ياك. هنا البيضة كابوس شو خدينا فرحانة. الله يا بيرا الله يا بيرا خديت الوالدة الالوي فيرا وانا خديت الورد. انا فكر شنو هي عطيتني انا هذيك السيده ها من بعد هي عطيتني واحد صراور وانا هنايا تطالك من هنا هنايا كاينين ثلاثة ولا أربعة. ايه مزيان زرك هاد الورد دابا شنو ناخذو؟ داكشي حلوة 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 اي كلشي ثم احنا خدينا الحلويات اللعيبات التخليط. يا سلام باش خصم من بعد كدير بلوم بنا. شنو شفنا عنونا دابا شنو شفنا؟ واحد شفار قصيت بخيلوك باك ديال بيموال ومشات بحال ما كان والو عادي. هما هاد اللعيبات زيد وليدي زيد واقع دابا تعالي يا بيضا حلي شنو فهمت؟ هذا انت دير بحالك من بعد كدير هنا. اي مزيانه لاطاش زوين السوق واخا هكاك دابا راه خوا الا شفت دابا تلاشت العشيه فوالا راه تكون عامر طروبيلات ما تبقاوش يدوزو. ولكن دابا جينا معطلين مالك شارفه شنو تبغي الناس؟ انت بغيتي ديك خاصك ديال كاوكاو شريت ب 10 درهم. 20 هذا بشحال؟ 20 درهم 20 درهم كاينه شويه بحالك
صغير 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 ياك خبز نوليو ندير الفران مهم خدينا داكشي اللي خاصو يتخاد داز داكشي مزيان مزيان كتاكل الاجواء مزيان مزيان ايوا الحمد لله لكن شويه غالي وكاين غالي شويه واقيله شريت هذيك لاباط ديال الكوزينه ديال البيوري ديال البيوري ها ديال الكبده الفري شحال قال لك 20 درهم 15 جبت اني جبت نجيب النعامي انا فين كنت كندوز البطولات ديال الكاراتي وقلت لها جي ندخلو نشوفو ويعجب الحال. حنا بغيتي تدخل انا قلت لك واش هنايا كنلعبو الفولي الصرار الكبار قلت لك انا بغيت نلعبو في الفولي بول وهنا زوين زوين انا المون عرفتي ليش ان شاء الله نشوفو ليها شي لبسه ديال العيد الا غادي تلبس نار العيد راه كنتوما ما غتشوفوهاش انا عندي باكي هذيك كوينز ديال العيد جديد ولكن انا بغيت نشري لك واحده اخرى المهم انا بغيت نشري لها لبسه اخرى فهمتي ما غتشوفوهاش بطبيعه الحال غتشوفوه نهار العيد ان شاء الله المهم حنا غندورو ونشوفو شنو كاين هنا وش حياتي لي واشنو شرينا؟ شرينا واحد اللعيبه لا حتى العيد حتى العيد هذا غتشوفوه تجي دابا للشو صافي راه ما بقاش ما تكونش ديك الحلاوه ديال فهمتي ديال التصوير اللي غادي نلوحوا لكم واللعيبات وكذا دونك حتى النهار العيد وتشوفوا واحد اللي لي بزوينه يا سلام من داكشي الرفيع داكشي ناضي ياك عجبتك بغيت نقول لك شنو كاين ولكن من بعد دابا شنو غنمشيو نشوفوا دابا نشوفوا شي شربيل 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 شي شربيل اللي لقينا ما لقيناه صافي المهم فمشوا الا عجبتها شي حاجه راه ناخذوها ما عجبتهاش راه ما ناخذوهاش هذا هو اللي كاين بيس ليكم كاين هنا شحال ديال الماطر الخوش مراكش هادي طيب مراكش ما جديده قلبوا لك على الشربيل ديالك ان شاء الله الا لقينا شي حاجه زوينه ياك ولا بنطوف في شي حاجه زوينه المهم لا عجبتك شي ناخذوها يلاه واش اشنو ما عجبك والو ما شرينا حنا شربيل ما شرينا والو ما مكتابة ما مكتابة علاش؟ حيت انا بغيت شي سبيرتي او صندالة عادي بحالك ماشي وما لقيتش صافي داكشي علاش ما شريناش هذا هو البلان المهم اخوتي كان هذا هو الفيديو ديالنا كنتمنى يعجبكم بزاف 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 عجبكم ما تنساوش لايك كومونتير وابوني وان شاء الله